تتواصل معارك الكر والفر بين الثوار وقوات النظام على جبهتي ميدعى والبحرية في غوطة دمشق الشرقية. وقال المكتب الإعلامي لجيش الإسلام إن قوات النظام تتبع سياسة الأرض المحروقة في قصفها لهذه المنطقة، وذلك منذ بدء حملتها على منطقتي البحرية وميدعى منذ أكثر من 40 يوماً. وفي شأن آخر، أفاد مراسل حلب اليوم في ريف دمشق بأن 14 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات آخرون نتيجة تفجير في مدينة الضمير بمنطقة القلمون الشرقي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف دمشق مراسلنا منصور أبو الخير. مرحبا بك منصور. دعنا نبدأ من تفجير منطقة القلمون، كيف تم ذلك وما هي الحصيلة النهائية لأعداد القتلى؟ نعم أصلاً، بالفعل بالأمس حصل تفجير بأحد مقرات جيش الإسلام، المقر الذي هو مطبخ يقوم بطبخ الطعام للمجاهدين. دخل أو تسلل أحد الانتحاريين وقام بتفجير نفسه ضمن هذا المطبخ. طبعا حسب مصادر جيش الإسلام تقول أن هذا الانتحار يتبع لتنظيم داعش الإرهابي. طبعا حصل التفجير، كانت حصيلة هذا التفجير 14 شهيد بالإضافة لأكثر من 20 جريح. طبعا من بين الشهداء هنالك أطفال. هذا المطبخ هو مطبخ يقوم بطبخ الطعام للمجاهدين بالإضافة لوجبات طعام لبعض الأهالي الذين لا يستطيعون تأمين قوت اليوم لهم. طبعا هنالك أطفال وهنالك شيوخ أيضا ضمن القتلى. طيب، هل تكشفت أي معلومات حول إمكانية حول الجهة التي تقف وراء هذه العملية؟ طبعا كما ذكرنا حسب مصادر جيش الإسلام كل هذا انتحاري هو تابع لتنظيم داعش الإرهابي، وكما نعلم أن هنالك حساسية بين خصائص جيش الإسلام وتنظيم داعش في المنطقة بعد معارك بين هاتين الجهتين. أيضا تنظيم داعش له أسبقية في هذه العمليات بتفجير المقرات لعناصر الثوار وللفصائل الثورية. طيب، ما هي آخر تطورات المعارك على جبهتي ميدعى والبحرية، وهل من معلومات حول خسائر لقوات النظام من ريف دمشق؟ طبعا المعارك ما زالت تستمر على جبهة ميدعى. النظام ما زال يحاول السيطرة على منطقة ميدعى، استطاع صد هذه المحاولات بالإضافة إلى أن النظام استطاع التقدم إلى عدة نقاط ضمن البلدة. الثوار ما زالوا يصدون هذه المحاولات، ولكن النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة كما ذكرتم. عشرات الغارات تنهال على منطقة ميدعى بالإضافة إلى المناطق المجاورة أيضا تطالها القصف بالطيران الحربي ومن بعية ثقيلة، كما شهدنا بالقريب بلدة أوتايا القريبة من تلك المنطقة شهدت قصف بالمدفعية والصواريخ الأرض أرض والطيران الحربي. أيضا الميدعاني قريب من ميدعى أيضا تشهد قصف، الشيفونية، حزرمة، كل هذه المناطق تعرض لقصف وهذه المناطق تحوط مدنيين. اليوم شهدنا حالة نزوح كبيرة من تلك المناطق إلى مناطق الغوطة الوسطى بسبب هذا القصف المكثف. اليوم أيضا دوما تشهد قصف مدفعي اليوم والأمس، الأمس أسفر عن 5 شهداء، واليوم أيضا القصف الآن على أحياء المدينة لا نعلم الحصيلة إلى الآن. مراسلنا منصور أبو الخير كنت معنا من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.